السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، جولة جديدة من أمام بولي كلينيك لاسان اساس لسيزيري. وقبل ما تكملوا المشاهدة على الفيديو في هذه الجولة الليلية، ما تنساوش أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس باش ديما تبقى توصلوا بالجديد. واللي بغى أنها أي بلاصة نمشيو نديروا لها واحد الجولة نمشيو لها، ما عليكم إلا تدعمونا بالاشتراك وفعلوا الجرس باش ديما تبقى توصلوا بالجديد. كما كتشوفوا هذه هي الدورة اللي كتهودنا لعبد المؤمن زيري، راه هنا الدور على اليمن. من هنا غادي نمشيو حتى لجاكرتا ان شاء الله، نمشيو الجهة تاع سوق الفلاح، وغادي نوريكم حتى بعض يعني المرافق. بحال هنا كاين يمكن انسناك، ريستورون، كاين محلابة، كاين المهم كاين حوايج في هاد الجهة. اي بلاصه غادي نبقى نفوت عليها غادي نبقى نوريكم يعني شي حوايج. هنايا غادي نشدو الطريق اللي من بحالنا ماشي للبرك، هنا كاين صحاب السناك لا كريم، غادي نفوتو غادي تشوفو الطريق اللي على اليسار اللي كدير للمدينه جوطيا جاكرتا اللي سي عبد الوهاب الظهر ديالو. ما تنساوش ديروا واحد الجيم دابا، ما حدكم راكم تفرجوا كليكيو على واحد الجيم وخليو كومونتير زين باش الفيديو يطلع لبزاف تاع الناس اللي يكونوا باغيين يشوفوا الجواز. كما كتشوفوا هنا يا اصحاب لاكريم، يعني كيجيو عائلات يجيو تما يجلسوا شويه ويمشيو. الاجواء الليليه بمدينه وجده في هذا الصيف، وهنا غادي نمشيو حتى الجولة حتى للرياض. ونخليكم واحد مع واحد الموسيقى واستناونا في فيديوهات قادمة وخليونا الآراء في لي كومونتير في بغيتونا نمشيو للفيديو الجاي. واش مازال حبيبي بين صورك ولا غاب الطير؟ قولي له راني 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 بفكر فيه كتير. قولي له راني 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 وحشته غزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال. جدايا وجدا وفيك الحبيب فيك الغزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال. جدايا وجدا وفيك الحبيب فيك الغزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال. جدايا وجدا وفيك الحبيب فيك الغزال جدايا وجدا وما ننساه قلبي محال. محال